أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن المؤسسات الإعلامية الخليجية الرسمية والأهلية مطلوب منها اليوم وأكثر من أي وقت مضى العمل على تعزيز مفاهيم الهوية المشتركة والانتماء إلى الكيان الخليجي الموحد نظرا لما تشهده المنطقة من تجاذبات ومتغيرات متسارعة تستدعي مجابهتها بقوة الكلمة الصادقة. جاء ذلك لدى تفضل معالي بافتتاح أعمال المنتدى الخليجي للإعلام السياسي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية في دورته الرابعة تحت شعار الإعلام والهوية الخليجية. وقال معاليه إن الأمل معقود على رجال الإعلام والصحافة دوما في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وبث مفاهيم الوحدة والتعاون والمصير المشترك فضلا عن التركيز على تعزيز الهوية المشتركة وما يمكن تسميتها بالمواطنة الخليجية والتي تتسم بها دولنا بفضل ما تتمتع به من تقارب إنساني وجغرافي وتاريخي والتنبيه من خطورة ما يضادها من مفاهيم كالكراهية والطائفية والتمزق وانسلاخ الهوية. ودعا معالي في هذا الصدد إلى العمل الجماعي الذي يعكس واقع الهوية الخليجية ماضيا وحاضرا ومستقبلا وتمكين وسائل الإعلام من أداء هذه الرسالة التي من شأنها أن تسهم في تربية النشء على القيم والموروثات الخليجية الأصيلة فضلا عن تسخير وتوظيف التكنولوجيا أفضل توظيف في بث ونشر المحتويات والمواد الإعلامية المتنوعة والمبتكرة وغير التقليدية والقادرة على اجتذاب أكبر عدد من المتابعين لها على نحو يجعل من هؤلاء على قرب متصل بمفهوم الهوية. كما دعا معالي إلى ضرورة إحياء المنتديات المتخصصة والمؤتمرات العلمية التي تناقش وتبحث في القضايا ذات الأبعاد المتشابكة كقضية الهوية التي تتدخل في تشكيلها المؤثرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، والأهم من ذلك هو الحفاظ على هذا المرتكز دون إغفال مواكبة التطور. وحيا معالي في هذا الصدد سعادة وزير الإعلام ورئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية السيد علي بن محمد الرميحي وجميع منتسبي المعهد على تمكن المعهد من البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية حتى أصبح المنتدى واحدا من أهم الملتقيات على مستوى المنطقة ومنصة جامعة لأبناء الخليج العربي للتحاور في شؤونهم وقضاياهم الملحة. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي كلمة أكد فيها أن انعقاد المنتدى يأتي ضمن التزامات المعهد بترجمة التوجهات الإصلاحية والقيم الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني في تنمية الوعي السياسي والحفاظ على الثوابت التاريخية الوطنية للمملكة. كعضو فاعل وشريك أساسي في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الاتحاد المبارك، وقال إن الإعلام الخليجي بجميع وسائله عليه تحمل مسؤولية قومية وحضارية كبرى في ترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول المجلس وقيم المواطنة وتعزيز التعاون والانتقال نحو الاتحاد الخليجي من خلال دعم ترابط المجتمع الخليجي ورفض التدخلات الخارجية وإعلاء مكانة اللغة العربية ونشر التراث الثقافي والحضاري وحماية الأمن الثقافي والاجتماعي. ووجه سعادة وزير الإعلام شكره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة على تفضله برعاية المنتدى واحتضانه خلال دوراته السابقة في ظل ما يوليه معاليه من اهتمامات بمختلف القطاعات التنموية في المملكة. بعدها تفضل معاليه بتكريم الفائزين بجائزة المنتدى الخليجي للإعلام السياسي في دورته الماضية في مجال الإسهامات الصحفية حول ثقافة السلم الأهلي وهم الكاتبة الصحفية الشيخة حصة لحمود السالم الصباح من دولة الكويت الشقيقة والأستاذ الدكتور عبد الحميد الأنصاري من دولة قطر الشقيقة والأستاذ عبيدلي العبيدلي من مملكة البحرين. وفي ختام الحفل أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة عن أن يتمكن المنتدى من الخروج بتوصيات واقعية وعلمية قابلة للتطبيق تساهم في رفض موضوع الدورة في هذا العام وتهانيه للفائزين بالجوائز وحثهم على بذل المزيد من الجهود متمنيا معاليه لمعهد البحرين للتنمية السياسية التوفيق والنجاح في استضافة أعمال هذا المنتدى. في جو تتنافس فيه وسائل الإعلام على اجتذاب أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين، يبرز الجانب السياسي في صياغة الخبر لما يعيشه العالم أجمع من تجاذبات سياسية أثرت على مجريات الحياة بشكل عام.
ما جعل العاملين والمنظرين في مجال الكلمة والكاميرا يتجهون إلى تحليل تأثير السياسة في العمل الإعلامي، محاولين ترسيخ حوار عقلاني هادف ينصب بتصوراته في الطرق المؤدية لإعلام متوازن ومنصف ومهني. للأسف الشديد بأن القائمين على القنوات الخاصة لهم أجندات تجارية بحتة، فللأسف هذه قاعدين نشوف أثارها السيء جدا على وضع الإعلام المرئي في دولنا الخليجية. اليوم لما قلت أن هناك 40 فضائية طائفية، هذا كلام مدروس وعلمي وإحصائيات صحيحة 100%، وما تخفى على أي مشاهد أو مواطن خليجي بسيط اليوم يشوف القنوات اللي قاعدة تحاول أنها تسلخ المواطن الخليجي العربي عن هويته من خلال هذه القنوات اللي تبنى الخطاب الطائفي اللي الكل يجب أن يعمل لمجابهته. هذا المنتدى يعزز من حاجة من الحاجات الضرورية في هذه الفترة وهذه المرحلة اللي تمر فيها المنطقة، واللي للأسف هي مرحلة حساسة جدا. احنا يعني من وعين على الدنيا والمنطقة تمر بمرحلة حساسة، بس هذه المرحلة هي الأخطر لأنها مسألة بقاء. لذلك لما المنتدى ركز على موضوع الهوية الخليجية ويريد الحقيقة أن يدعو الناس إلى التوحد في مواجهة الأخطار التي تفرق المنطقة وتحرقها. يعتبر هذا المنتدى ذو أهمية خاصة في هذه الفترة التي تعيش المنطقة في أزمات، ولا شك أن موضوع الهوية الخليجية موضوع مطروح منذ مدة، ولكن تسليط الضوء على هذا الموضوع في هذا الوقت يعتبر مهم جدا، وخاصة بأن الهوية الخليجية هو امتداد للهوية العربية والإسلامية أيضا. في المنتدى الخليجي للإعلام السياسي بين العولمة التي سيطرت على الأرض والإرث الحضاري الذي يعتبر حبل نجاة للمجتمعات، وبين التركيز على مستقبل الهوية الخليجية التي هي حديث الساعة انتهاء بدور الإعلام في تعزيز الهوية الخليجية، كانت الآراء المختلفة ترتقي كراسي التعليق لتبادل المشورة والأفكار. دور البناء الذي يقوم به الإعلام بمختلف طبعا وسائله في تعزيز الهوية الخليجية، كما نعلم يعني المنطقة بشكل عام يعني تمر بمرحلة حساسة جدا، وينبغي علينا العمل جميعا بتكاتف الجهود والتعاون نحو تعزيز الهوية الخليجية والمشتركة لما فيه يعني مصلحة شعوب المنطقة. الهوية الخليجية مفروض فعلا ان احنا نعزز الجهود بان نحافظ عليها، لان في الان غزو فكري ثقافي غربي على الهوية الخليجية، وسعيدة جدا ان هذه الجهود اتت في الوقت المناسب قبل ان يقع الفأس في الرأس. الاعلام والهوية الخليجية والاعلام موضوع مهم جدا، موضوع تستوجب الظروف الراهنة، وإحنا كمساهمين في المجال الفني وتحديداً المسرحي الملتصق كثيراً بهموم الناس وأمالهم وطموحاتهم، أعتقد نستطيع أن نعبر ونقدم رأينا بشكل أكثر حميمية في هذا الموضوع. نخبة من رموز الفكر والإعلام وصناع القرار اجتمعوا تحت سقف واحد للتحور الإيجابي وخلق فكر موحد يثري حركة الإعلام الخليجي من أهم زواياها. المنتدى الخليجي للإعلام السياسي منتدى جمع الشباب والمهتمين لطرح أفكارهم والتواجد فيه. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.